زي ما سمعنا النهارده في جوله معالي الوزير، هو قال ان تعريفه ركوب السكك الحديديه غير عادله على الاطلاق. يبقى احنا بنتحدث دلوقتي عن رفع تعريفه السكك الحديديه. امتى يعني الموعد المحدد او المنتظر ليتم رفع هذه التسعيره؟ هو حضرتك طبعا انت عارفه ان موضوع التطوير ده بيكلف فلوس كتير جدا، ولو قارنا موضوع التطوير بثمن التذكره طبعا مفيش مقارنه نهائي بالموضوع ده. لكن حضرتك بالنسبه لوقت زياده التذكره، لسه حضرتك دلوقتي احنا هنطور العربيات وهنعمل خدمه للجمهور، وبعد كده ان شاء الله نزود التذكره، لكن لسه ما حددناش الميعاد بتاع الزياده. طيب امتى ايضا هيتم الانتهاء من خطه التطوير المعلنه او اللي اعلن عنها معالي الوزير بشكل عام في قطاع هيئه السكك الحديد؟ هو حضرتك طبعا احنا شغالين في تطوير على كل الطرق، سواء بنيه اساسيه او جرارات او عربيات. احنا دلوقتي بنطور في الهيئه العربيه للتصنيع مصنع سمام، في 200 عربيه دلوقتي مطور بيطوروا لنا ان شاء الله تطوير كويس جدا، وعلاوه على 1300 عربيه اللي احنا هنجيبهم من الخارج، مع يعني ان شاء الله في يعني في خلال السنه الجايه باذن الله يكون في عربيات مطوره وشيك هي كويسه باذن الله ان شاء الله. طيب يعني هل هناك كلام عن نسبه الزياده المتوقعه؟ ممكن تكون نسبتها قد ايه؟ لسه حضرتك طبعا احنا شايفين طبعا التطوير بيصرف قد ايه، ولكن لسه ما عندناش النسبه قد ايه بالظبط ان شاء الله. يعني النسبه لن تحدد الا بعد الانتهاء من التطوير بشكل كامل، وده مش قبل سنه على حسب كلام حضرتك. هو لا احنا مش هنحدد بالظبط النسبه قد ايه، يعني النسبه لسه ما اتحددتش لحد دلوقتي، والنسبه مش مرتبطه بالتطوير. حضرتك دلوقتي تذكره الاصل دلوقتي حاليا بجنيه وربع. التطوير بيتكلف ملايين. فالنسبة مش مرتبطة، لكن يعني إن شاء الله احنا لسه ما حددناهاش، ولما حددها نقل عنها إن شاء الله. طيب بشكرك شكرا جزيلا المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديد.